نحن بالشمال السوري كدفاع مدني قمنا بعدة إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. طبعا قمنا ببخ المساجد والأماكن العامة والمؤسسات، كما قمنا بحملات توعية بين الأهالي للحد من انتشار فيروس كورونا. كمان في عنا بعض النصائح والتوجيهات منحب نوجهها لأخوتنا المدنيين الموجودين في الشمال السوري. طبعا النصائح هاي كمان بتحد من انتشار الفيروس، بتحد من خطر الإصابة، من خطر انتشار الإصابة بهذا الفيروس. في عنا عدم مراجعة المشافي والمراكز الصحية أولا، يعني ما في داعي إذا ما كان في عندك مرض أو عندك شيء ضروري فلا تراجع المراكز الصحية والمشافي. في عنا تقليص عدد ساعات الدوام في الأسواق وتخفيف الازدحام، يعني ما في داعي أنا إذا ما عندي شيء بالأسواق فما في داعي انزل على السوق، وإذا كان في عندي شيء فبسرعة باخذ الحاجة اللي بدي إياها وبرجع للبيت. في عنا إغلاق المقاهي، يعني يفضل إغلاق المقاهي وعدم يكون فيها تجمعات، يعني يصير فيها تجمعات لأنه مثل ما بنعرف أنه المقاهي بيكون فيها تجمعات بعدد كبير. في عنا طهي الأطعمة بشكل جيد، يفضل كمان طهي الأطعمة بشكل جيد. في عنا كمان تطبيق العزل، يعني إذا بنعرف حدا مصاب أو في عنده أي إصابة أو في عنده أي مرض فيفضل أني يكون في عنده عزل صحي داخل المنزل. بصير إيقاف التنقلات والسفر كمان إذا ما في ضرورة بالوضع الحالي أو بالوقت الراهن فما في داعي أنه نحن نكتر من الحركة والسفر من مكان إلى مكان. وقف الزيارات الاجتماعية كمان تخفيف منها بشكل يكون كبير، كمان هذا الأمر بحد من انتشار المرض. في عنا التنظيف والطهي، طبعا كل واحد بيحافظ على النظافة الشخصية كلياتنا بنحافظ، ولكن يفضل انه التذكير بهذا الامر بشكل جيد يكون. في عنا العمل يعني بالمنزل وتخفيف العمل بالمؤسسات حاليا بالوضع الحالي. نتمنى الصحة والعافية، دوام الصحة والعافية للجميع.